بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات المختصة بالتدريبات العملية على الجافا سكريبت. الفيديو ده هنعمل فيه إيه تحديدا؟ الفيديو ده هنعمل فيه سايد بار. سايد بار باستخدام الجافا سكريبت، بيور جافا سكريبت. أوكي؟ هنتعلم فيه كام حاجة كده. في حاجة اسمها الكليب باث، إزاي نعمل الشكل ده، إيه التول اللي بتقدم لنا الحاجات دي، الجريدينت هنشوف حاجة، نشوف إزاي نعمله برضه. في مواقع كتيرة جدا بتقدم لنا موضوع الجريدينت بشكل كويس بشكل لذيذ يعني. وهنتعلم ازاي نعمل الايفكت ده، نعمل السايد بار بتاعتنا وبالشكل ده. في جزئية كمان هنا برضو، ازاي نعمل سب منيو جوه السايد بار بتاعنا، سب منيو جوه السايد بار بتاعنا. طيب نشوف احنا هنعمل ايه، ايه اللي احنا محتاجينه. بس محتاجين، انا هستخدم هنا البوت ستراب، هنروح بس على البوت ستراب. الكود بتاعنا هيبقى موجود هنا في السايد بار. نعمل الملفات بس الأساسية بتاعتنا، وهو index.html وادي style.css، وآخر حاجة عندنا script.js. زي ما قلنا في الفيديوهات اللي قبل كده، هنعمل just إن احنا هنعمل علامة التعجب دي وهندوس enter. هي جيب لنا الكود الأساسي بتاع إنشاء صفحة HTML. هقول له هنا سايد بار، وهاجي تحت هنا أربط اللينك بتاعي، هقول له style.css، وتحت خالص عندنا مين؟ عندنا script.js. script.js. بس قبل ما أعمل الكلام ده، احنا كده كده مش محتاجين الجزئية دي، لأن احنا هنروح على البوتستراب. احنا هنستخدم البوتستراب من الـ CDN. هننزل تحت خالص كده، هقول له copy، وأقول له كنترول A كنترول V، هيجيب لي كل الاساسيات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها. جاست ان احنا نحط بس، احنا هنحط بس اللينكات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، يعني ملف الستايل وملف السكريبت، والباقي كله بتاع البوت ستراب هو يجيبه لنا زي ما هو بالشكل ده. فانا اقول له بس هنا سايد بار، واجي بدل هيلو وورلد دي هنشيلها خالص مش محتاجينها، وادي الكود بتاعنا تحت خالص كده. هقول له سكريبت الستايل، ادي سكريبت، اقول له script.js، وفوق هنا تحت برضو تحت في الاخر هنا اقول له link طبعا style.css. بس كده يعني اختصارا احنا بنستخدم البوتستراب عشان نخلي الشكل اجمل شويه. يعني احنا بنتدرب دلوقتي على البوتستراب، وبنتدرب في نفس الوقت على الجافا سكريبت. جميل، جافا سكريبت، وبنتدرب على البوتستراب ازاي نستخدم البوتستراب. طيب تعالوا نشوف بقى الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ادي الكود بتاعنا، ادي سايد بار، وادي index.html. طبعا مفيش اي حاجه خالص، ابيض حاليا دلوقتي، هو بيحمل الملفات بتاعتي. جميل جدا جدا جدا. ايه اللي احنا محتاجينه؟ تعالوا نرجع ناخد الشكل ده نخليه جنبنا هنا كده، وبعد كده هنشوف ايه اللي احنا محتاجينه. الفونت اوسم احنا محتاجينه برضو، هنجيبه من السي دي ان. هاخده كابي واروح هنا على الكود بتاعنا، هحطه هنا، هقول برضو لينك عادي، لكن اللينك المره دي سي دي ان بتاع الفونتوس. نرجع تاني للكود بتاعنا، ادي الكود بتاعنا بيحمل كل حاجه لغايه ما يحمل ده الشكل بتاعنا. احنا محتاجين هنا في ناف بار او في جزء هنا فوق، اوكي، والجزء ده فيه معاه زي ما احنا شايفين الايكون بتاعه الفونتوس اللي اسمها بارز عايزين نستخدمها، وفي ايكون كمان زي الكاريت دي برده نفس الموضوع هنستخدمها من الفونتوس. طيب ازاي هنعمل الجزء الاولاني ده خالص قبل ما نعمل كلمه سايد بار وقبل ما نعمل كل حاجه؟ تعالوا نعمل كود ال HTML كله، كود ال HTML كله اللي احنا محتاجينه في الصفحه بتاعتنا. نصغر شويه كده ونعمل كده وننزل نروح على الكود بتاعنا، بدايه الكود. ايه اللي احنا محتاجينه او ايه اللي احنا هنعمله؟ اولا هيبقى عندنا سيكشن، عشان وهنعرف دلوقتي السكشن ده ليه، لان هو اللي واخد الباك جراوند، اللي واخد الزاويه دي زي ما هنعرفها هنا من الكليب باث اول ما نيجي عندها، عشان يبقى الموضوع واضح ومفهوم لنا كلنا. ادي السكشن، جوه السكشن هنعمل كونتينر، ودي من كلاس البوت ستراب. ادي كونتينر، مع الكونتينر هياخد شويه حاجات كده، هنديله المارجن بتاعه زيرو والبادنج زيرو، المارجن زيرو والبادنج زيرو، دي كلاسز بوت ستراب. بعد كده عندنا دوت كول، هنعمل الاول الرو بتاعنا، ادي الدوت رو، رو جوه الرو عندنا دوت كول اس ام 12، هنحط جواه البوتوم بتاعنا اللي هو ده، اللي هو بالشكل ده، ده اوكي.
اوكي البوتون ده هنحطه جوه هنا. هقول والله عندنا بوتون، ادي بوتون، نقول على طول جوه البوتون هياخد شويه كلاسز. ادي الكلاس الاولاني بي تي ان، وبي تي ان واخد بي تي ان دينجر، بي تي ان داش دينجر هيبقى احمر، وكمان المارجن بتاعه هيبقى 2. المارجن حواليه من فوق ومن تحت ومن الجنب اليمين والشمال هيبقى واخد 2. جواه هيبقى الاتي، ايه اللي هيبقى جواه؟ هيبقى جوا البار ده. ازاي بنعمله؟ ادي الاي بتاعتنا، وبعد كده هنقول كلاس بيساوي اف اي، بعد كده اف اي بارز، وتعالوا نشوف الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي كده. ادي الكود بتاعنا احنا بقى بالشكل ده، وادي البار بتاعتنا. ممتاز جدا جدا. طيب بعد كده احنا عاوزين ايه؟ الراجل ده احنا كمان محتاجين نديله بوردر هنا اللي هو كولوس ام ده، على كده هنديله بوردر بوتوم. تعالوا نشوف هيبقى عامل ازاي. ادي البوردر بوتوم بتاعنا زي ما احنا ما شايفينه هنا في الشكل بتاعنا، في بوردر هنا اهو، بس هو واخد بوردر على كله، احنا محتاجين بس على البوتوم بتاعنا مش اكتر من كده. طيب كلمه السايد بار بتاعتنا عاوزين نظهرها هي كمان، اللي هي دي، ادي اللي هي الجزء ده كلمه سايد بار دي. طبعا نظهرها ازاي؟ عادي جدا برضه اقول له كول داش اس ام 12، اقول له جواه اتش 1، ادي الاتش 1 بتاعنا واخد كام كلاس كده، اقول له الاول كلمه سايد بار، وهاجي هنا هقول له كلاس يساوي display 4 display داش 4، بعد كده التكست بتاعه هيبقى سنتر، يبقى التكست سنتر، بعد التكست سنتر، بعد التكست سنتر هنديله تكست وايت. تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. طبعا مش هيبقى ظاهر دلوقتي لان الباك جراوند بتاعه، لكن لو عملنا كده هنلاقي كلمه ايه سايد بار زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هو واخد لحد هنا كده، في مشكله. كول اس ام 12، وادي الرو بتاعنا، ادي الديف كلاس كول اس ام 12. هنشوف الجزئيه دي display 4، اوكي هنشوفها بس بعد ما نعمل الباك جراوند. طيب ايه تاني احنا هنعمله؟ خلونا نشوف الاول هنكمل ازاي كود ال HTML بتاعنا تحت الرو وجوه السكشن وتحت الكونتينر ده. هننزل شويه عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل الاتي، محتاجين نعمل السايد بار بتاعتنا او الشكل بتاع السايد بار ده بالشكل ده. طب ازاي هنعمله ككود HTML؟ تعالوا بالراحه نشوف الكود هيبقى عامل ازاي. هنعمل والله ديف، هنديله اي دي اسمه سايد داش بار. جوه السايد داش بار ده في الاتي، في الايكون دي اوكي في الاول خالص، وبعد كده في المنيو بتاعتنا. تعالى بالراحه نشوف هنعمل الايكون ازاي، وبعد كده هنعمل المنيو ازاي. هنعمل هنا ديف تاني، هنديله اي دي ايكون. جوه الاي دي الايكون هيبقى الاتي، ايه اللي هيبقى موجود؟ هيبقى التشيفرون ليفت اللي احنا شايفينها دي، هنقول له اي ايكون اهي، وبعد كده كلاس اف اي، بعد كده اف اي تشيفرون ليفت. تعالوا كده نشوف اهي تشيفرون سيركل ليفت، اوكي مش مشكله، او تشيفرون ليفت على طول مش محتاجينها في سيركل. جميل، تعالوا نشوف بس كده الشكل هيبقى عامل ازاي. اهي دي الايكون بتاعته جت معانا زي الفل، ممتاز جدا. لكن الاليمنت ده نفسه واخد شويه كلاسز كده عاوزين نديهم له الاول. ايه الكلاس اللي احنا مدينها له؟ اول حاجه التكست بتاعه هيبقى رايت، والبادنج التوب هيبقى 3، والبوردر بوتوم هيبقى واخد بوردر بوتوم، بعد البوردر بوتوم هيبقى واخد بادنج بوتوم 3. تعالى كده نشوف الشكل بتاعه هيبقى عامل ازاي. هيبقى نشوف كده اهو بقى بالشكل ده. طبعا احنا مش محتاجينه كده لان احنا نديله ويتس، هيبقى واخد ويتس 250 بكسل زي ما هو موجود في الشكل بتاعنا ده. طبعا واخد الويتس ده بس. طب الكلام ده ازاي هنعمله؟ هنعمله طبعا باستخدام السي اس اس بعد ما نخلص الناف بار بتاعتنا. ايه اللي موجود جوه الناف بار؟ اهو هنعمل يو ال، جوه اليو ال هنديلها بس كلاس من كلاس البوتستراب اسمه ناف واسمه فليكس كولوم. بيعمل ايه؟ عشان بيخلي العناصر تحت بعضها وبيخلي ال ال اي تيجي تحت بعضها. هنيجي دي ال ال اي هنديلها كلاس اسمه ناف
item، والكلاس دي انا ما بجيبهاش من عندي، دي جايه من البوتستراب كلها. جواها عندنا ايه برضه كلاس اسمه nav link. nav ايه؟ nav link بس كده. نديله href وبعد كده نقول له ايه link 1 مثلا. ننزل بقى نكرر الكلام ده، مش محتاجين اكتر من كده، نكرره ايه 3 4 5 مرات كده عشان ايه نظبطه. ادي لينك 2 لينك 3 لينك 4 اخر حاجه لينك 5. وتعالوا نشوف الكود بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ادي عامل بقى بالشكل ده، جميل جدا جدا جدا. كده احنا خلصنا كل اللي احنا محتاجينه في ال HTML. محتاجين نروح بقى دلوقتي لل CSS نظبط كل الكلام ده. طب ازاي هنظبط الكلام ده؟ مبدئيا خلاص احنا ربطنا ال script.js تمام جدا. تعالوا نروح لل style.css ونشوف هنعمل ايه في ال style بتاع .css. اول حاجه عندنا ال section عشان موضوع الباك جراوند اللي احنا قلنا عليه اللي هو هيبقى بالكليب باث اللي هو هيبقى هنستخدم فيه الشكل ده، وهنشوف هنعدله ازاي دلوقتي. احنا عاوزين الشكل ده كده، وعاوزين الشكل ده يبقى كده. لا تعال نشوف كده نعمل ازاي. ادي هو واخد هنا، ادي نقطة ودي نقطة ودي نقطة ودي نقطة، خمس نقط. احنا عاوزين حاجة فيها خمس نقط، خمس نقط زي لا ده مش خمس نقط، ده خمس نقط، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. تعالوا نشوف بس كده هيبقى الشكل عامل ازاي. هيبقى الشكل عامل كده، عامل كده مظبوط، وبعد كده عامل ده الشكل بتاعنا اللي احنا عاوزينه. طب عاوزينه قد ايه ولا طوله قد ايه؟ تعال ننزل كده وتقول له هنا والله انت الطول بتاعك كام، الويدث بتاعك الاول كام. الويدث بتاعنا مثلا 1200 بكسل، والهايت بتاعنا هيبقى مثلا 800 بكسل مثلا بالشكل ده، ونشوف اللي هيحصل بقى هيبقى بالشكل ده معانا. تعالوا ناخده زي ما هو. طب ازاي هناخده؟ هننزل تحت هنا وهناخد الكود ده زي ما هو من غير اي حاجه. هنقول والله ده الكليب باث بتاعنا. هل احنا كده انتهينا؟ لا، انت شايف ان الباك جراوند هنا بالشكل ده، جريدينت بالشكل ده. طب ازاي اجيبها؟ من هنا على طول. هناخد الباك جراوند اللي موجوده دي على طول. طب ازاي بناخدها؟ برضو هناخدها بالشكل ده بس كده. هنا هنعمل كده ونقول له والله بقى الويدث بتاع، تعالى كده الويدث هنا بتاع السكشن هيبقى 100%، اوكي. والمارجن بتاعه مش محتاجين مارجن خالص، والهايت بتاعه هيبقى 100 بي اتش، يعني هيبقى من طول البادي اللي ظاهر. تعالوا نشوف الكود بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بقى بالشكل ده، جميل جدا جدا جدا. طيب ايه اللي احنا محتاجينه بعد كده؟ خلاص ظبطنا شويه حاجات كتار من الجزء بتاعنا. انا بس انا حاسس ان الجريدينت ده مش متظبط، اللون ده انا مش لطيف خالص، مش عاوزينه. عاوزين لون كده ماشي كده، حلو جدا كده كده حلو. ناخد الجزء ده ونغيره عندنا في الجزء اللي موجود عندنا ده عشان بصراحة مش متظبط. تعالوا نشوف كده الشكل بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ده الشكل بتاعنا كده تمام، بقى اجمل بكتير جدا جدا جدا. طيب احنا محتاجين نعمل ايه تاني؟ بالراحة بقى. اولا هننزل على السايد بار بتاعنا اللي هو على الجنب ده. ماله السايد بار؟ تعال بالراحة نشوف هنعمل ايه بالسايد بار بتاعنا. واخد اي دي اسمه السايد داش بار، جميل. هنعمل ايه في السايد بار؟ اولا هنقول البوزيشن بتاعك هيبقى فيكسد، دي اول نقطة. تاني نقطة التوب بتاعه هيبقى زيرو، اوكي. الليفت بتاعه المفروض هياخد سالب 250 بكسل. طب وهنقول ليه 250 بكسل؟ لان احنا هنديله ويدث كام؟ 250 بكسل. الجزئيه دي هنعملها امتى؟ خلينا دلوقتي بس نعمل عليها كومنت دي خالص، لان احنا مش عاوزين نخش، احنا عاوزين نشوف الاول قدامنا وبعد كده ندخله ونخليه. يعني لو رجعنا للكود بتاعنا بندوس هنا بيطلع لنا من جوه، معنى كده ان ده وضعه الطبيعي وبعد كده احنا خليناه يخش جوه 250 بكسل، اوكي؟ يبقى الويدث بتاعه كام؟ 250 بكسل. الباك جراوند كلر بتاعته هتبقى ار جي بي اي، وهتبقى 2 2 2 0.8 من 10 مثلا. والهايت بتاعه برضو، الهايت بتاعه هيبقى بطول الشاشه نفسها اللي ظاهره دلوقتي، اقول له 100 بي اتش تمام. وبعد كده هقول له والله ادي له ترانزيشن عشان الشكل اللي هو بياخده
واللي في موسنج اللي موجود فيه ترانزيشن واحد ثانية مثلا، واخر حاجة خلاص مش محتاجين حاجة تاني. تعالوا نشوف بس شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي. بقى بالشكل ده كويس جدا جدا. خلي بالكم احنا بنمشي خطوة خطوة بالراحة عشان نوصل للي احنا عاوزينه، اوكي؟ فادي بالشكل ده، لكن زي ما انتم شايفين الايكون صغيرة جدا مش باينة، محتاجة تتظبط شوية. الايكون نفسها محتاجة تتظبط شوية. طيب احنا مدين للايكون اي دي هنا، الراجل ده مدين له اي دي اسمه ايكون. ما تيجوا نعمل له شوية ستايل، اوكي؟ نيجي هنا تحت هنقول له الايكون بتاعتنا، مالها الايكون بتاعتنا؟ هيبقى اولا الفونت سايز بتاعها 25 بكسل، الكالر هيبقى ابيض اش اف اف، اخر حاجه عندنا الكيرزر يبقى بوينتر، الكيرزر يبقى بوينتر. تعالوا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي معانا بقى بالشكل ده. طيب احنا محتاجين كمان ندي لها شويه بادنج، المفروض ان احنا ندي لها بادنج تكست، بادنج توب 3 وبادنج بوتوم 3، لكن ما اديناهاش بادنج. خلينا نديله هنا بادنج رايت 15 بكسل. تعالوا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي بالشكل ده. كويس جدا جدا جدا، تمام وممتاز جدا جدا. وادي اللينكات بتاعتنا زي ما انتم شايفين، حلو قوي. بس انا مش محتاجه يظهر هنا، انا مش محتاجه يظهر هنا غير لما ادوس زي ما انتم شايفين، لما ادوس على البوتون ده يظهر هنا. يبقى انا في الوضع الطبيعي المفروض ان هو جوه كده بالشكل ده. طب ازاي يبقى جوه؟ بسيطه جدا، الليفت بتاعه يبقى سالب 250 ايه بيكسل. وتعالوا نشوف الكود بتاعنا، راح دخل كود. المفروض دلوقتي هنخش بقى على كود الجافا سكريبت. جافا سكريبت المفروض انا عاوز ادوس على البوتون ده يظهر لي السايد بار بتاعنا. وتعالوا نروح على السكريبت ونشوف هنمشي ازاي. اولا عندنا العنصر نفسه اللي احنا هندوس عليه، الاليمنت نفسه. تاني حاجة عندنا الايفنت بتاعنا وهيكون كليك، اوكي؟ طيب ايه اللي هيحصل لما يكون كليك؟ التأثير هيبقى على عنصر تاني، another element. التأثير هيبقى على عنصر تاني، انه ايه هو العنصر؟ العنصر اللي بيظهر لنا بالشكل ده، العنصر ده نفسه اللي هو السايد بار. يعني احنا هنا نقول له ايه؟ سايد بار. وهيتعمل له ازاي؟ هيتحرك بالشكل ده، هيتحرك بالترانزليت، بالترانزليت. تعالوا بالراحه نشوف كود الجافا سكريبت بتاعنا ونشوف هنكتبه ازاي. مبدئيا لازم نجيب العناصر اللي احنا هنتعامل معاها. ايه العناصر اللي احنا هنتعامل معاها؟ اولا البوتون ده، هنروح للكود بتاعنا احنا، البوتون ده والسايد بار اللي احنا هنتعامل معاه لازم نجيبه، اوكي؟ طيب نجيبهم ازاي دول؟ بالراحه كده هنيجي تحت ونقول كونست. كونست مين بقى؟ كونست الايكون بتاعتنا اللي احنا هندوس عليها، الايكون اللي احنا هندوس عليها. ولا لا خلينا في البوتون الاول خالص بتاعتنا اللي هي دي، نمسح الستايل دلوقتي. ادي البوتون بتاعتنا دي اسمها ايه؟ اف اي بارز. وادي بوتون نديله هنا كلاس، برضو نديله كلاس ونسميه شو سايد بس كده، شو سايد. وناخد الراجل ده زي ما هو كده، شو سايد ماله شو سايد، المفروض ده احنا هندوس عليه. فهنقول والله شو سايد سايد بيساوي دوكيومنت دوت كويري سيلكتور مين دوت شو سايد دوت شو سايد. طيب وايه تاني؟ عندنا العنصر التاني اللي احنا هنجيبه بالاي دي، او خلينا اللي هو السايد بار نفسه، دوكيومنت دوت جيت ايليمنت باي اي دي مين شو اللي هو السايد بار نفسه. طيب تعالى كده بالراحه نقول له كده سايد بار، ونقول له ده بيساوي دوكيومنت دوت جيت ايليمنت باي اي دي مين سايد بار. تعالى نروح للسايد بار بتاعنا، ادي ناخده زي ما هو كده، ادي السايد بار بتاعنا. جميل جدا جدا. ايه بقى اللي احنا عاوزينه؟ احنا عاوزين لما ندوس على ده نظهر السايد بار. طب ازاي الكلام ده هيتم بالظبط؟ ازاي الكلام ده هيتم؟ بالراحه كده هنقول والله ان احنا عندنا شو سايد دوت اد ايفنت ليسنر كليك، اد ايفنت ليسنر كليك. هيحصل عندنا، هيبقى عندنا فانكشن، الفانكشن دي هنعمل فيها الاتي. خلينا بالراحه كده نقول له كونسول دوت لوج لمين؟ للراجل اللي اسمه سايد بار الاول خالص عشان نتاكد
ان احنا الكود بتاعنا ماشيين فيه سليم. طيب تعالى بنروح عادي نعمل انسبكت ونقول له هنا انسبكت كوماند، ادي الانسبكت اهي، نجيب الكونسول ونقول له كليك، فراح فعلا جاب لي السايد بار. ممتاز جدا جدا جدا. طيب ايه اللي احنا عاوزين نعمله؟ احنا عاوزين نتحكم في الترانسفورم، عاوزين نتحكم في الستايل، عاوزين الراجل ده لما ندوس عليه نجيب العنصر الثاني نحركه هنا. طبعا نحركه قد ايه؟ 250 بكسل. احنا عارفين ان احنا الويتس بتاعه 250 بكسل، يبقى احنا نيجي هنا على الراجل ده نقول له سايد بار دوت ستايل دوت ترانسفورم. ترانسفورم ايه بقى؟ انه جزئيه جول ترانسفورم الترانسليت. طب اي ترانسليت؟ لا ترانسليت اكس قد ايه؟ 250 بكسل. تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل معانا، وهل الكود هيشتغل ولا لا، ولو ما اشتغلش مش هيشتغل ليه. اوكي تعال نشوف الاول. نعمل كده، ده الكود بتاعنا اتحرك زي الفل. عاوزين لما ندوس على جزء الكود كده كله اشتغل ومفيش عندي اي ايرورز خالص. اوكي وزي ما انتم ملاحظين ان الكود بتاعنا جاء بسموثنج. طب السموثنج ده جاي منين؟ عشان بس نبقى فاهمين كل حاجه، جاي من الترانزيشن اللي انا اديته هنا. الترانزيشن 1 ثانيه ده كتير، خليه 5 من 10 ثانيه. تعال نشوف كده هيجي ازاي، هيجي اسرع شويه. اوكي عاوز بقى لما ادوس على ده اديله برضه ترانسليت زيرو، بقى يبقى الترانسليت يروح للزيرو، يرجع تاني للزيرو. طب ازاي الكلام ده؟ هنقول له كده بالراحه الكود بتاعنا اهو، مين اللي هندوس عليه يخليه يخش هنا؟ الايكون دي. طب الايكون دي اجيبها ازاي؟ بالراحه هناخد الراجل ابو جيت اليمنت باي اي دي ده ونروح للستايل. الايكون دي عندنا اللي هي دي، تمام، او الايكون نفسها كلها لما ندوس عليها. هنيجي نقول له ايكون بس كده، هنيجي نقول له هنا ايه؟ ادي ايكون دوت جيت اليمنت باي اي دي اسمه ايه؟ اسمه ايكون. ماله ايكون يا عم الحاج؟ ايكون ده لما هدوس عليه هيعمل عمليه عكسيه للكلام ده بالظبط. مفروض ادي الايكون اهي، اد ايفنت لسنر كليك سايد بار دوت ستايل دوت ترانسفورم سالب 250 بكسل مش 250 بكسل. ادي كده بالشكل ده، وتعالوا ندوس هنا عمل بالشكل ده بالشكل ده. كده احنا خلصنا السايد بار بشكل لذيذ وبدون اي مشاكل خالص. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. الفيديو ده كويس، فيه اكتر من افكت، فيه حاجات حلوه كتير. ناقص عندنا جزئيه الدروب داون، ودي هنشوفها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ازاي نعمل الدروب داون بالشكل ده. ادي اهو، بعد كده بنعمل بالشكل ده نظهر الدروب داون او نخفيها عن طريق التوجل، بانك تدوس على البوتون ده او التشيفرين دي. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، اتمنى يكون الفيديو بسيط وسهل، نكون اتدربنا على الجافا سكريبت بشكل كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.